رح نبدا بفقرتنا الطبيه ورح نبقى بعالم الصحه، واليوم رح نحكي عن مشكله بيعاني منها كثير من الاشخاص وخصوصا عند التقدم بالعمر، وبتسمى المي البيضاء بالعين، ويمكن هي المياه بتؤدي لتشكل نوع من الغباش على العين وسوء الرؤيه. شو هي المشكله، اسبابها، طرق العلاج، وايضا طرق العلاج الحديثه رح نتعرف عليها اكثر مع ضيفنا لليوم الدكتور انس اجرد، اختصاصي بطب العيون والجراحه. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك دكتور. صباح النور، اهلا وسهلا فيكم. صباح الخير دكتور. صباح الخيرات يا هلا. شو المي البيضاء دكتور؟ شو هي؟ شو تعريفها وليش بتصير مع الانسان؟ لا، المي البيضاء مثل ما حكيت هلا الانسة انه هي عباره عن غباشه في العدسه الشفافه. بتكوين العين، بتشكيل العين، في عندنا قسم اسمه العدسه اللي هي مسؤوله عن انكسارات العين وعن مسؤوله عن النظر للقريب والبعيد. مع الايام هي لازم تكون شفافه، مع الايام بتغبش، تصير غباشه شوي شوي تزيد فيها، هي بسموها بالعاميه مي بيضاء، علميا اسمها الساد او الكتراكت. بقى بتؤدي الى ضعف غباشه بالرؤيه، بصير يشوف الانسان كانه عم يشوف خلال ضباب. وكل ما تطورت بتزيد الغباشه، ممكن توصل لمرحله انه ما يعود يشوف. طيب دكتور خلينا نحكي عن اسبابها او العوامل المحفزه، كثير بنسمع انه في اشخاص ممكن يكون شيء مشكله وراثيه، ممكن العمر، ممكن امراض مثل السكري، شو الاسباب الاساسيه لتشكل المي البيضاء؟ هلا السبب الاساسي بالمي البيضاء هو العمر، وهي عباره عن شيء طبيعي بصير، يعني هو مثل الهرم اي عضو بالجسم، مثل الشيب، مثل الكبار التجاعيد. كمان المي البيضاء هي عباره انه العدسه هرمت، صار في شيب، صار في خطيره بالعدسه، بتغير لونها. هاي السبب الاساسي. يعني عاده كل الكبار بالعمر بيكون معهم نسبه من المي البيضاء، ممكن تكون نسبه خفيفه، ممكن تكون نسبه كبيره، بس في عوامل احيانا كثير محفزه بتساعد، مثل السكري. السكري هو عامل كثير مهم انه ياثر على الجسم او على العدسه، بيحولها للغباشه. وفي كمان لما بيكون في الاصابات، الرضوض، كل هاي ممكن تسبب غباشه في العين او المي البيضاء. تمام. اذا بنحكي دكتور عن العلاج، ممكن يكون في ادويه معينه او قطرات، او فورا نلجا للعمل الجراحي، كيف برايك؟ هلا هي كثير سؤال مهم، لانه على طول احنا بنتعرضه من المرضى. المي البيضاء ما إلى علاج دوائي ابدا، العلاج هو الجراحه. بس المي البيضاء الحلو فيها انه انت المريض هو اللي بيختار الوقت، يعني كل مريض حاسس حاله لساته مرتاح فيه يستنى. المي البيضاء لما بتشيليها او بتسحبي المي البيضاء، بنعمل العمليه، بيرجع النظر مثل ما كان اول. هذا بيختلف عن كثير امراض، اذا امراض شبكيه او امراض ضغط او شيء، بيكون احنا هدف يعني او لازم نسرع بالعمليه، لانه اللي النظر اللي بيروح ممكن ما يرجع. بينما بالمي البيضاء من امنها ترجع الامور كطبيعتها، هي عباره عن كانك انت عم تنطفي العدسه وبترجع العين لنفس الوقت للشغله بشكل صح. لذلك علاجها ما في غير الجراحه. نعم. طيب دكتور خلينا كمان نوضح نقطه، انه هلا الشخص الكبير بالعمر ممكن يكون عم بيعاني من خليني اقول بعد نظر، كمان هذا له علاقه بالعمر، انه عن قريب ما كثير بشوف، عن بعيد ما كثير بشوف، بيعمل عمليه المي البيضاء بيقول انا ما عم شوف مثل زمان، لساته عندي هي المشكله. هي ما إلى علاقه بهي، نحن عم نرجع بس الصفاوه بالنظر. بالضبط. اما البعد ما بيتعالج، في علاج له ثاني مرتبط بنفس العمليه بنقدر نعمله هلا؟ هلا هو على طول المي البيضاء مرتبطه مع زرع عدسه. يعني نحن عمليا لما عم نعمل عمليه مي بيضاء عم نستأصل عدسه الانسان الشفافه او العدسه المريضه، لازم نحط مكانها عدسه. العلم كثير تطور بهالمجال. اول كنا نعمل جراحه، كنا نعمل شق بالعين، شق كبير، ونشيل العدسه مثل ما هي. بعدين صار فينا نزرع عدسه صناعيه. بعدين هلا الطريقه الحديثه انه نحن بنسحبها عن طريق جهاز اسمه جهاز الفاكو، اللي هو بشق 2 ميلي، ممكن نسحب المي كلها ونحط عدسه بطويه، يعني بهالشق ممكن ندخل عدسه. هلا هون بتيجي الشغله، العلم فورا كثير تطور. اول شيء موضوع الحكيتين، المد النظر الشيخي، هو ما له علاقه بالمي البيضاء. المي البيضاء هي
بتصيب العدسة اللي هي مسؤولة عن القرب والبعد. بس العدسة حتى لو ما صار مي بيضاء بعد عمر معين اللي هو بين 40 و50 ما بتعود تشوف على القريب. يعني أي إنسان حتى لو ما معه مي بيضاء صار بده يلبس نظارة لحتى يقدر يشوف على القريب. مع وجود المي البيضاء بصير الغباشة أكثر وأكثر بتزيد. هلا هون العلم كثير تطور ولقى حل لهالموضوع، يعني عصفورين بحجر واحد، منه عم نقيم الغباشة ومنه عم نعطي نظر. صحيح. التطور اللي صار انه هلا العدسات اللي عم الموجوده صار في منها عدسات عم نقدر نستخدمها للقريب وللبعيد، يعني المريض صار يقدر يشوف للقريب والبعيد بحوالي 90% تقريبا. هي عم تخلصوا من موضوع النظاره للقريب اللي هو مشكله كثير كبيره عند كثير من الناس. وحتى هلا العلم يعني في اسمه جراحه مي بيضاء انكساريه، يعني في ناس عم يوصلوا لعمر معين كبار بالعمر ما عم يقدروا يشوفوا القريب بس ما عندهم مي بيضاء. ممكن تكون احد وسائل العلاج انك تستأصل المي حتى لو ما كانت كامله مشان تحط له عدسه اللي هي اسمها ترايفوكال للقريب وللبعيد، بصير يشوف للقريب والبعيد من غير استعمال النظاره. نسمع دكتور عن كثير من الاشخاص كان عندهم عين بيضاء مثلا بالعين اليمين، عملوا العملية بعد فترة صار في كمان عين بيضاء بالعين اليسار، ممكن هي تكون موجودة بالعينتين بنفس الدرجة أو مجرد الإصابة بأحد العينين تصير الإصابة بالعين الأخرى، وهل ممكن بعد العملية أنه ترجع أو لا؟ لا هلا المي البيضاء من عملنا العملية هي خلص استأصلناها يعني من الغباشة. غالبا لما بصير مي بيضاء بأول عين غالبا عند معظم العالم ممكن يصير مي بيضاء بالعين الثانية، بس هذا مو شرط مو ضروري. يعني احيانا بتصير مي بيضاء بعين وبضل العين او العدسه بالعين الثانيه بتكون شفافه لمده طويله، بس مثل ما حكيت هي يعني شغله تابعه للعمر. الى مضاعفات ثانيه بعد العمليه دكتور ممكن يشعر فيها المريض؟ هلا بالوقت الحالي وبالتطور اللي صار يعني العمليه هي عمليه صارت بالنسبه لنا سهله، مع انه هي عمليه مو سهله وعمليه حساسه جدا ودقيقه جدا، بس بالنسبة لنا لأنه في عمليات كثير عم تكون سهلة وعبارة عن 10 دقائق عم يكون المريض منتهي. بس ما في عملية ما ممكن يصير فيها مضاعفات، يعني العملية إذا كانت كلها أمورها تمام ممكن تمشي بشكل سهل. أحيانا شغلة صغيرة ممكن تأثر على العملية وتأثر على نتائج العملية. عادة نسبتها هي كتير قليلة، يعني أقل من 5-10% أنه يصير عندنا مشاكل، بس خلال العمل الجراحي ممكن يصير في اختلاطات وهي واردة. طيب دكتور شيء تاني بس بالنسبة للسؤال، أنه المي البيضة ما بترجع ما بتصير مرة تانية، بس بيصير كثافة على المحفظة محل ما حطينا العدسة، هي بنسميها مي بيضة ثانوية، هي علاجها عن طريق الليزر مو عملية. طيب دكتور كان بدي اسالك عن موضوع العمل الجراحي، يعني في كثير اشخاص بيتخوفوا من كلمه جراحه بشكل عام، وفي اشخاص عندهم عوامل اخرى بيحسبوها، يمكن الضغط، الامراض الثانيه، السكري، في ناس بيقول لك انه والله هذا عنده سكري وكثير ممكن ما كل العمليات الجراحيه تنعمل معه، خلينا نوضح مين الاشخاص اللي لا طبيعي وشو مدى تاثير هذا العمل الجراحي في اعمال ممكن تكون صعبه بدها تخدير طويل، في مشاكل تنفسيه، في عوامل كثير عوامل خطوره، شو هي الدراسه اللي لازم يعملها الشخص اللي بده يلجا لهي النوع من الجراحه؟ هلا هي كلمه عمليه بالذات هي كلمه صعبه شوي على المريض، لما بتقولي له عمليه يعني شغله كبيره. بس يكتبوا صيته دكتور في اشياء حتى لو عين بيكون من الخوف والرعب. هلا هون في لازم نميز كثير شغله مهمه، اهم شيء بالعمليه هو التخدير، ان كان تخدير عام ولا تخدير موضعي. نحن عملياتنا بالعينيه وخاصه المي البيضاء يعني بدك تقولي 95% هي تخدير موضعي. موضعي. لذلك كل هي الشغلات اللي ممكن تعمل اعراض جانبيه لغيناها. لانه نحن ما عم ندخل بالجسم بمشاكل الجسم، مشاكل الضغط ومشاكل السكري، وهي كثير كثير شغله ريحتنا، طبعا هذا الشيء من زمان ما كان موجود، كان كله طبعا يصير تخدير موضعي، بوجود هلا الاجهزه الحديثه والتطور صار بنسحبها بالتخدير الموضعي. اكيد نحن بنطلب من اي مريض انه يكون وضعه تمام يعمل استشاره عند طبيب داخليه او طبيب قلبيه،
بس حتى لو ما عملها اذا كان التخدير موضعي ما عاد كثير ياثر علينا بالعمليه، نسبه الخطوره اقل كثير، بتخف مو شوي، والمريض بيطلع مرتاح. يعني عندي مرضى انا بنعمل العمليه بيطلع بعد ساعتين ثلاثه بيروح على بيته لحاله، ما في قعده بالمشفى، ما في نومه، هي كثير اثرت. يعني انت خلال المريض ما بيعطل حاله على شغله، وهدول كثير هلا لاحظنا انه المرضى يعني حتى صارت ما تعطي قيمه العمليه بشكل مزبوط، لانه هو بده يجي يعملها وثاني يوم بده يروح على شغله. كمان دكتور اذا بنقول كمان ظروف الحياه والمتطلبات اكيد بتطلب من بعض المرضى انه يطالبوا بهذا الشيء بعد العمليه، وشخص عمل هي العمليه وقلنا له الحمد لله على السلامه وامورك تمام، شو بتنصحه دكتور من اجراءات وقائيه؟ ممكن ما يستخدم موبايل، ممكن ما يقرب ما يستخدم، شو هي النصائح اللي بتعطيها؟ هلا نحن اهم شيء بعد العمليه كيف بدنا نحافظ على العين. هلا الموضوع الرؤيه هو مو مشكله ابدا، تمام، العين نفسها هي المهمه. في عنا نحن كثير هون اغلاط شائعه بتصير عند المرضى، اول شيء انه لمس العين، خاصه كثير من المرضى بتلاقي مسح عينه بمحرمه، هذا غلط كبير خاصه بعد العمليه. العين لساتها فيها جرح ممكن يكون ناقل للجراثيم، هي من احد المشاكل. حضرتك هلا سالتيني شوي شو ممكن يصير مشاكل، التهابات احيانا بصير عندنا التهاب بعد العمليه، طبعا كثير صعب انك تعرف سببه، بس نحن على طول بدنا ننوه للمريض انه لما بده يقطر يعني اهم شيء يستعمل دواء مزبوط. نحن احيانا المرضى بتلاقي من طلع شاف حاله منيح ببلش يخف، ينسى الدواء، ينسى، بده يقطر مزبوط، لانه القطره هي بتحافظ على العين ما انه يدخل الجراثيم. ثاني شيء انه بده يكون لما يقطر يكون كل شيء نظيف، ايدين نظيفه والقطره ما تلمس شيء، وطريقه حفظ القطره ما يحطها بالشمس، هي كلها شغلات مهمه. وغير هيك انه بالفتره الاولى اول يوم مثلا انه يلتزم بالبيت، ما في داعي يطلع على الشمس على الغبره، هي الشغلات الاساسيه اللي ممكن نعملها. كثير هي صارت هلا بالنسبه للمرضى مريحه، لانه عم يعملها يوم واحد وثاني يوم يكون بشغله. اكيد. طيب دكتور خليني اسال هيك عن استفسار صغير، كثير بنسمع انه لما عين بتنصاب بعض الاشخاص بيحطوا القطره بالعينتين، يعني بيقول لانه شخص ممكن هو عم يمسح بحركه لا شعوريه ينقل للعين الثانيه، مدى صحه هذا الاجراء؟ هل فعلا لازم ولا لا؟ لما بكون قطره لسبب معين بعين واحده ما لازم نقطر بالاثنين؟ اضافه لهيك في اشخاص صاروا يلبسوا نظارات شفافه ما لها يعني ما لها قيمه بالعدسات ان عن بعيد او عن قريب، انه لا احمي عيني من الغبره، هذا الشيء بياثر، ممكن تاثر سلبا على العين؟ هلا سلبا ما بيأثر، بس هو ما بيعطي فائده. لبس النظاره الزجاجيه ما بتعطي اي فائده، طبعا انت اذا بدك تلبسي نظاره يا بدها تكون شمسيه مشان تحميك من الاشعه الشمس، او بده يكون طبيه لها درجات، غير هيك ما بتفيدك. هلا في كثير بيقول لك انه بدنا نظاره للكمبيوتر، كمان هي عمليا ما أنا موجوده، لان هلا الشاشات كلها الموجوده هي مفلتره وما بتاثر على العين. بس بالنسبه للقطره نحن على طول بننصح انه القطره هي ما لازم تلمس العين. هلا بجوز بموضوع العمليات تكون اخف هالشيء لانه ما في التهابات، بس بيجينا كثير مرضى معهم التهابات، التهاب ملتحمه، التهاب قرنيه، لما بيقطر اذا القطره لمست العين بده يقطر بالثانيه بيكون نقل الجرثومه للعين الثانيه. فالافضل انه ما يلمس العين، واذا كان عنده لازم يقطر العينتين احيانا اذا في التهابات قويه ممكن ننصحه بقطرتين لكل عين قطره. هلا دكتور حكينا عن النصائح للاشخاص او المرضى يلي عملوا لعمليه المية البيضاء وقاموا بكل الاجراءات، طيب قبل ما يعملوا هي العمليه في مرحله تحضير ان كان كمان مثل ما قلنا بقطره او باجراءات معينه لحتى نحضرهم للعمليه، ممكن تكون موجوده هي الاجراءات؟ لا ما في، هلا نحن بنفحص المريض وبيكون يعني حسب الغباشه الموجوده، ما في اي تحضير غير انه اذا كان عنده مشكله مثلا عنده التهابات بالعين، عنده اذا سكره مثلا كثير مرتفع، ضغطه كثير مرتفع، بنعطيه فتره لحتى يهدي، بس اذا العين ملتهبه طبعا لازم تعالج، ما فينا نعمل عمليه. واكيد في تحاليل معينه قبل كل عمليه لازم؟ هلا في تحاليل عاديه تمام، ايه بنعملها نحن لحتى انه المريض يكون مطمئن كمان اكثر. هلا بالنسبه للعمليه بحد ذاتها مثل ما حكيت يعني هي عمليه كثير سهله،
وكمان بدي نوه على شغلة انه هي لراحة المريض، يعني ما في شيء مستعجل، يعني بتختلف بين انسان وانسان. هلا اذا انسان كبير عايش ببيت عادي والمي البيضة خفيفة ممكن نستنى، مو ضروري الواحد يعملها. في كثير احيانا بتيجي مرضى انه لا بدنا نعملها لانه ممكن يصير معنا المشكلة، المي البيضة نادرا ما تسوي مشكلة، بتختلف. هلا اذا واحد شاب عم مثلا شوفير او النظر له مهنته بتتعلق بالنظر، طبعا هذا لازم يعملها اسرع أكيد. من الباقي لانه بتاثر على نظره. اكيد. كل الشكر لك دكتور وعلى كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها. شكرا لك. اهلا وسهلا، شكرا لكم. شكرا لك دكتور، شكرا لكل المعلومات اللي قدمت لنا اياها. الله يخليك، شكرا للمشاهدين ولكم.